حياكم الله مشاهدينا. للأسف أحيانا هواية تسبب تهور الشباب وقلة الالمام بقوانين المرور تتسبب بحوادث مرورية تتراوح بين طفيفة ومتوسطة وأحيانا كارثية جدا. مزبوط وهج، للأسف يعني هناك هيك حالات، ولكن هناك أيضا شباب عراقيين حبوا استغلال السوشيال ميديا وقرروا نشر الوعي بهذا الموضوع بأسلوب مشوق وواضح لحتى يحببوا الناس كمان ويوعوهم أكثر ويفهموهم قد أهمية أنه الواحد عن جد يكون ماشي على القوانين، وقد أهمية أنه أنت تخاف على الناس اللي حواليك كمان أكثر من أنك تخاف على حالك بوقت من الأوقات. نعم، اليوم ويانا من بغداد محمد عقيل، هو مؤسس منصة توعية للحديث أكثر عن هذا المحتوى وكذلك أهداف هذا الأكاونت. يسعد صباحك يا محمد وأهلا وسهلا بك في صباح دجلة. يسعد صباحكم، صباح الخير عليكم وعلى متابعين قناة دجلة الكرام. حقيقة بالبداية أحب أشكركم يعني على هاي الاستضافة الجميلة، ويعني أنتم سباقين دائما بدعم الشباب وصناع المحتوى، يعني شكرا شكرا من القلب لكم. العفو يا محمد، هذا طبعا فخر لنا انه احنا دائما نكون قادرين نوصل للشباب المبدعه ونقدر انه نتواصل معهم ونحكي معهم بهاي المواضيع لحتى نزيد نسبه التوعيه كمان من خلال البرنامج. واكيد انت مشكور ايضا على مثل هيك يعني فكره، وانت انطرحت يعني من عن طريقك وعن طريق كمان فريقك. فاليوم محمد لو بدنا نيجي نحكي انه عن هذا الموضوع تحديدا، شو السبب الرئيسي والحقيقي وراء انه انتم قررتوا تقوموا بهذا الموضوع؟ شو اللي صار؟ صراحة بالبداية يعني اكيد من خلال سياقتي يعني بالشوارع يعني لاحظت كثرة الحوادث وكثرة المخالفات المرورية، هذا دليل يعني على انه غياب او ضعف الثقافة المرورية لدى المواطن. نعم. فأيضا يعني همنا الشباب تتأثر مواقع التواصل الاجتماعي، ولدت ببالي فكرة أنه أستغل هذا التأثر بأنه أنشئ منصة تحتوي هذا الموضوع، اليوم موضوع الثقافة المرورية. نعم. والهدف يعني هو هدف أنه مجرد أنه تقليل الحوادث والمخالفات المرورية، يعني بناء جيل أحسن. طيب محمد، اليوم احنا خلينا نحكي بواقعيه ونروح لقلب الشارع العراقي ونكون وياهم وبينهم. اليوم احنا اصلا من الاساس عندنا ضعف في موضوع تدريب اصلا السواق الجدد او مراكز تاهيل للسياقه، وايضا موضوع الاجازه. يعني انا اجي في بغداد اقضي اوقات طويله، ما بعمري شفت انه ممكن شخص من الشرطه المروريه يوقف واحد ويقول انطيني اجازتك. اصلا موضوع اجازه السوق في بغداد يكاد ان يكون يعني منتهي، ما موجود. فاليوم احنا شلون نقدر نعالج الموضوع من الاساس اصلا؟ يعني نشوف هواية اشخاص وغالبيه العراقيين يسوقون وهم اصلا ما عندهم اجازات، او حتى الاجازات نشوفها قاعد تنباع بارقام وارقام بسيطه جدا يقدر اي واحد يشتريها. صحيح، بالنسبة للتدريب احنا يعني ثقافة التدريب عندنا بالعراق بالنسبة للسائقين يعني اغلبيتهم يعتمدون على مدربين غير معتمدين مثل الاب، الاخ، الصديق، وقد يكون هذا المدرب يعني هو يفتقر للثقافة المرورية، مثلا ما يلبس حزام امان او ما يشغل اشارة، فهي كلها راح ينقلها الى المتدرب. ومن ناحية الاجازة يعني مديريات المرور العامة اختبار العمل عندهم نوعا ما يعني ما يطابق الشارع العراقي، لان الشارع العراقي مزدحم ويعني به مخالفات هوايه. طبعا اما الاختبار بالمديريات المرور يعني بسيط، مجرد انحناءات والصعود على التله، شغلات يعني بسيطه، فاشوفه ابد يعني ما مطابق ويا الواقع اللي نعيشه. نعم. وايضا المحاسبه على اجازه السوق يعني مرات اشوف انه صح يخالفون ومرات لا. فيعني نتمنى انه من مديريات المرور تركز على هذا الموضوع، لان اول شيء سلامه الناس يعني اكيد ما بيها مجامله، وهو الحق على الناس. همينا محمد يعني فينا نكون واقعيين. نعم. يعني احنا يمكن دائما نلوم الجهات المعنيه، ولكن اليوم المسؤوليه على الناس اكبر. انا اليوم لما اعرف انه ابني ما عنده اجازه سوق وانطيه سياره، هاي الخطا علي والمسؤوليه علي، واعرف انه بنتي ما عندها اجازه سوق، او حتى الاشخاص نفسهم. احنا للاسف ما عندنا مسؤوليه انه احنا نتحمل مسؤوليه اغلاطنا، دائما نلوم الناس. اليوم لازم يكون رسالتنا توعية للناس انه هم اللي يقدرون ان يمشون على الطريق الصحيح وياخذون الامور بالاولويات الصحيحة، لانه بالنهاية هاي سلامتهم وحياتهم. صحيح، هو القانون نص على انه يعني حتى اذا شخص
اعطى سيارته شخص يعني ما مؤهل للقياده او ما عنده اجازه السوق المفروض يتحاسب. بس يعني مثل ما قلت مسؤوليه الاهل، يعني غياب مسؤوليه الاهل بهذا الموضوع. يعني هواي من الناس يشوف انه يعطي ابنه وهو يعني عمره 11 سنه 12 سنه بحجه انه يتعلم بالشارع ويسوق داخل المنطقه، وهذا الشيء كلش خطا يعني. صحيح. حتى الابن راح يتعلم على التهور، لان تعرفين يعني التفكير بهذا العمر راح يكون طائش يعني. نعم. خالي من المسؤوليه، فممكن تصير حوادث. نعم. طيب كمان في شغله مهمه خلينا نحكي فيها هلا، بما انه انتم لكم دور بهذا الموضوع بموضوع التوعيه من خلال تطبيق ترافيك لايف، احكي لنا اليوم كمان عن المحتوى اللي عم بيقدمه هذا التطبيق، واحكي لنا كمان انه شو هو الدليل المروري الاول في العراق، خلينا نحكي عنه اول. بالبدايه احنا صفحتنا من انشاناها كانت تهتم بالجانب التوعوي المروري. تمام. بس شفت هواي من الرسائل تجيني انه يعني ناس تطلب معلومات عن معاملات مروريه. فاحتاجيت انه يعني اروح للمرور واسال عن اجوبه دقيقه لهاي الاستفسارات. فلميت معلومات وفيره وحبيت استغل يعني امكانيتي البرمجيه ببناء تطبيق يعني يعتبر دليل مروري، بحيث المتابع او اي شخص يدخل للتطبيق عنده استفسار يلقى جوابه بشكل دقيق وسريع، يعني مو يسألني يعني لا، يدخل للتطبيق ويلقى اللي يحتاجه. نعم. حلو. طيب اليوم المعلومات اللي يتم نشرها من وين تاخذوها؟ هل هي معلومات تكون اصلا موجوده او معلومات تحاولون ان تستحدثوها وتضيفون عليها بعض النقاط حتى تكون اوضح للناس؟ المعلومات اكيد نعتمد على مراجع خاصه او معتمده يعني مثل قوانين المرور، واكيد نضيف من عندها مثلا الواقعيه اللي نعيشها، يعني احنا واقعنا، لان ما اقدر انا احكي بالقانون واترك الواقع، يعني تدرين الواقع انه مالتنا مرير، يعني ما اقدر انه اقول انه امشوا عادي لان كل العالم ملتزمه، لا هذا خطا، يعني احنا واقعنا العالم ما ملتزمين، يعني اوكي قانون مقرر فد سرعه احنا نمشي اقل منها لان يعني الخطر بالشارع واضح عندنا. نعم. بس اكيد المصادر معتمده يعني. نعم. طيب احنا اليوم حابين هيك نروح احنا وياك لحتى نشوف، في عندنا استطلاع، وهذا الاستطلاع يعني رح نشوف فيه سوا شو هي اطرف المخالفات المروريه اللي يمكن تعرضوا لها الاشخاص، فخلينا نروح سوا ونرجع نكمل حديثنا معك. في هذه الايام هي اصوات السيارات العالية والتفحيط وكذلك الرون، يعني هذه مشكلة وتسببت بحوادث كثيرة، وهنالك إزعاج فعلا كبير في الشارع من هذه المسألة. أصوات السيارات التي تسمى بالتفحيط أو ثقب الصالنصة، هذا يسبب إزعاج كبير لكل الناس حتى للمركبات وليس فقط للمارة، فضلا عن مسألة مهمة وهي الستوتات التي تبيع الماي آرو، يعني تسبب ازعاج كبير للمواطن في الاحياء السكنيه. احنا اذا واقفه نشوفوها يعتبروها ثبر يعني الهورن، يابا اذا هي حابه تاخذ تاكسي تاشر يوقف التاكسي، هم لا يسببون هواي ازعاجات، وهي جن نعاني من عندها هواي ايام الدوام لما نروح الصبيح لما نرجع، كلش نعاني من عندها، يا ريت يشوفونا فتح حل الها. يعني احنا اليوم اثنين ما عندهم قانون بالشارع، هو بالدراجه وبالكي، ابو الكي مستعد يفلش لعالم، يفلش سياره مستعد يقتل له وادم على مود 500 دينار على ساعه تلقاه زبق قدامك، ابو الدراجه يجي بكل سرعته يتزاوق بين السيارات يقول ان هي الدوله باقيه بس له، ان الشارع هو بس له، يصعد ينزل يمشي بكل سرعته، وهاي جايتنا موده مال اللي يحول الدراجه رياضيه، وهاي هي دراجه بس يدوس لها، هم ازعاج للناس هم ازعاج للناس وهم ما تاذيه انه. والله اكو هواي صادفني شغلات، يعني يجرون سايد وهو يتجاوز، يعني يجي هو غلطان وهو يتجاوز، وهاي يعني مو حلوه، لان اول شيء يسبب مشكله لنفسه ومشكله للاخرين. من اكثر المخالفات اللي تزعجني بالشارع هي حركه غير منتظمه لسواق السيارات، بحيث اكثر سواق سيارات وبالذات يعني مع احترامنا وتقديرنا الاخواننا اصحاب السيارات التاكسي، سيارات الاجره وسيارات نقل الركاب.
نعم يعني محمد سمعنا يمكن بعض المواقف وشفنا موضوع الرونج سايد تكرر بطريقه مو طبيعيه، لانه فعليا يعني موضوع الرونج سايد عندنا بالعراق بالذات صار موضوع طبيعي، يعني عادي يجي اي واحد ياخذ الشارع كانه سوى له شارع جديد. فعلى هذه النقطه شنو العمل الان وشنو ممكن نقدر نغير ونقدر نوعي ايضا؟ طبعا هاي السالفه جدا منتشره، يعني احنا عندنا بالسيديه يعني منطقتي شارع يعني صراحه ما تعرفين انه شنو مكانه، يعني سيارات الرونج سايد اكثر من السيارات الصحيحه. هاي وطبعا حتى شفت يعني بالطرق الخارجيه، يعني مثلا طريق بغداد موصل فهو تغير الشارع، طريق بغداد موصل شفت بسيارات تمشي يعني عكس السير. اها يعني تغير هو، يعني محمد صار الطريق بطل رونج سايد صار رايت سايد وصاروا الناس يمشوا فيه هيك، وانت اللي بتكون غلط اذا ماشي صح بتبطل انت اللي معك صحيح. طيب خلينا نحكي كمان يمكن على موضوع مهم جدا، انه وين المديريات المسؤوله وعن السلامه المروريه من هذا الموضوع؟ هل هناك اي تعاون بينكم بخصوص هذا الموضوع؟ يعني بما انكم انتم قاعدين عم تطرحوا هاي المواضيع مع الناس ومع عامه الشعب ايضا، فهل هناك اي تعاون مع المديريات؟ صراحة يعني شفت تعاون ملحوظ من مديرات المرور العامة ومن ضباط المرور بخصوص يعني المعلومات اللي أحتاجها، يعني أكثر من مرة أروح للمرور أسأل ضابط يعني عدة أسئلة، يعني الصراحة يجاوبني عليها برحابة صدر ويشجعني يعني ويهنيني على الفكرة هاي. بس يعني نحتاج احنا تعاون أكثر من عندهم بالشارع، يعني الحد من المخالفات، يعني حتى حياتنا تصير أفضل وأسهل، هم تقل الازدحامات وهم نحافظ على سلامة الناس. طيب محمد نجي الآن لموضوع بصراحة جدا مهم، موضوع السرعة والحوادث اللي تكون سببها السرعة، يعني تنشوف مؤخرا كثر بطريقة مو طبيعية، سواء عن طريق بأماكن بالهاي واي يعني بالطرق السريعة أو بالطرق العادية. فاليوم موضوع السرعة وين احنا منا بالعراق؟ ليش نشوف الشباب بالذات مرات عندهم هذا الموضوع انجاز، يعني انه هو يكون دا يمشي بسرعه كبيره جدا ويصور ويوثق وما اعرف شنو، يعني حتى يصير ترند ممكن، او حتى والله يشوف اصدقائه وما الى ذلك. يمكن احنا بحلقتنا اليوم قسينا شويه على الشباب من موضوع العضلات الى موضوع الهرمونات، بدهم أرسى ولكن فعلا مسؤوليتنا اليوم ان نوعيهم. شفنا مؤخرا ايضا يمكن الاعلامي المتميز احمد مولا طلال تعرض لحادث وطلع بفيديو ووضح للناس قال لهم يا جماعة السرعة، يعني أنا خطأت في جزئية أنه أنا كنت مسرع وتسبب بحادث وكانت الأضرار يعني أضرار بليغة بالنسبة له. فاليوم حتى هو من خلال الحادث اللي تعرض له وجه رسالة، اليوم إحنا شلون نقدر نعزز هاي الرسالة؟ شلون نقدر نوجه رسالة لكل من يتابعنا على أنه اليوم السرعة تخطف أرواح وتأخذ ناس عزيزين علينا؟ بالبداية يعني أنا أطلب من الصفحات المعروفة الخاصة بالنوادي والمواضيع السيارات أنه يعني تبتعد عن نشر فيديوهات اللي الشباب يسوقون سريع ويشجعوهم، يعني يقولون بطل أو سبع أو هيجي، فمن المشاهدين يعني راح يشوفون هيجي تشجيع على السرعة وعلى التهور وعلى التفحيط، راح هو يعني يريد يجرب هذا الشعور حتى هم يعني يحصل نفس المديع. يعني اطلب من عندهم انه يعني يعوفون هاي السالفه لان هي ارواح عالم. وثاني سالفه يعني هم ان نحتاج رادارات بالطرق الخارجيه، لان من امن العقاب ساء الادب. يعني الرادار ممكن انه يقلل من هاي السالفه ويحد من عندها. وهم ان حزام الامان، يعني اوكي انت من تطلع طريق خارجي اذا ما كنت تلبس حزام الامان داخل مدينه على الاقل لبسه بالطريق الخارجي، يعني هو جدا مهم ويحميك حتى يعني يطلعك من الموت. نعم، وان شاء الله سلامه للجميع ان شاء الله. طيب محمد يمكن اخر سؤال بخصوص شغله يمكن انا حتى اليوم وانا عم بسوق وجاي على الدوام كنت عم بفكر فيها، كنت عم بشوف سياره تدريب سواقه، وايضا يعني حسيت يعني من طريقه سواقه الشباب بهذا الجيل عم بتكون يعني شوي انه فيها استهتار بشكل من الاشكال، وحسيت كمان انه هلا بهاي الايام عم بيكونوا مدربين السواقه للاسف انه ما عم بيعطوا التعليمات الصحيحه،
فهل عم بتحس ايضا هذا الشيء عم بيلعب دور من ناحيه الجيل الجديد اللي قاعد عم بيطلعوا بسوق سيارات، ان كان من ناحيه مثل ما حكينا يمكن سابقا عن الاهالي اللي بيعطوا اولادهم لعمرهم 12 سنه سياره لحتى يسوق بالضواحي، وايضا اللي بيسرق سياره اهله وهي الامور، ولكن مدربين السواقه اليوم وين دورهم من هذا الموضوع وهل عم بيركزوا عليه؟ لانه يعني انا بتذكر يوم ما اخذت رخصتي يعني والله شرشحوني والله ما اعطوني مجال اني اخذها بسهوله. من ناحيه هذا الموضوع يعني انا اشوف بالعراق عندنا ضعف بهذا الجانب. نعم يعني اكو بعض المدربين يعني انا شفتهم لا لابس حزام امان ولا شغل اشاره اصلا او غماز عندكم انتم يعني من ينعطف وحتى يعني كان ماشي عكس السير صراحه يعني هاي شفته موقف قدامي وانصدمت الصراحه يعني مدرب مفتقر للثقافه المروريه صحيح. فكيف يعني راح ينقل افكاره او يعني مبادئه للمتدرب فاكيد يعني هذا اشوفه انه شيء جدا مهمل للاسف للاسف ضعيف يعني يعني اليوم احنا والله العظيم يعز علينا على انه نطلع بحلقه ونتحدث بهذه الطريقه ولكن مسؤوليتنا ان ننقل الصوره الصحيحه صحيح. ونتمنى من كل من يتابعنا اليوم ان يكون عندنا وعي اكثر حفاظا على ارواحنا حفاظا على مدينتنا يعني احنا اليوم بدنا نعكس صوره ناس يعني انا من الناس اللي ما اقدر اسوق ببغداد بسبب انه ماكو قوانين زخم مروري وما الى ذلك فنتمنى من كل اهلنا اليوم اللي يتابعونا ان نتحمل مسؤوليه اكثر اليوم المسؤوليه علينا اكثر مما تكون على الجهات المعنيه ومشتركه ايضا اكيد شكرا لك يا محمد وشكرا لوجودك ويانا يومك سعيد يعني شكرا محمد لك يمكن بدي اضيف بس نقطه صغيره انه احنا يمكن ما عم نعمم على الجميع اكيد طبعا لسه في اشخاص يعني ترفع لهم القبعه انه عم بيحاولوا انه من مدربين من جهات معنيه من كل الاشخاص من طبعا الاشخاص اللي مثلك كمان اليوم محمد فمشكورين انتم على هاي الجهود الفرديه يمكن تعتبر بشكل من الاشكال ولكن يمكن ما حدا بيعرف يمكن لو انا اعطيت من ناحيتي او حاولت وحدا غيري كمان حاول واللي بعدي حاول وصرنا ننصح الناس بلكي تعممت هاي الفكره على الجميع فشكرا كثير لك اليوم واهلا وسهلا فيك بصباح دجله ان شاء الله.